مؤمن زكريا تعرض للسحر الأسود، طلاسم ورموز بالدم، ما وجدوه في مقبرته مرعب. طب إيه اللي طلع مؤمن زكريا فجأة؟ مؤمن زكريا نجم المنتخب ونجم الأهلي. تصدر اسم نجم الأهلي والزمالك الأسبق مؤمن زكريا المشهد في الساعات القليلة الماضية بعد الكشف عن واقعة غريبة انتشرت بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، انتشرت في الساعات الأخيرة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل حول ادعاءات بوجود عمل سحري للاعب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق والذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري. كمان ما أعرفش حاجة عن موضوع العمل أو السحر اللي معمول لكابتن مؤمن زكريا. وجاءت هذه الادعاءات بعد حديث تربي يعمل في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، حيث زعم أنه عثر على طلاسم وأعمال سحرية تخص اللاعب داخل مقبرة. هذه الواقعة أثارت ضجة كبيرة ودفعت جميع الأطراف المعنية إلى الرد عليها. وبدأت القصة عندما ظهر التربي وهو الشخص المسؤول عن تنظيف وزراعة النباتات في المقابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زاعماً أنه أثناء زراعة نبات الصبار بجوار أحد القبور في منطقة البساتين فوجئ بوجود عمل سحري مدفون داخل 3 أكياس. وقال التربي إن الأكياس تحتوي على أوراق طلاسم وصورة للاعب مؤمن زكريا مع عروسة ورقية وأرقام ورموز غامضة. الحق مين ده؟ الحق ده مؤمن زكريا. وأوضح التربي أن هذا العمل السحري قديم ويعود لسنوات طويلة، مؤكداً أن السحر كان يهدف إلى إلحاق الضرر باللاعب عبر إصابته بالمرض والموت. وأضاف أن مكان العثور على هذا العمل السحري هو حوش لعائلة الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، وهو ما زاد من الجدل وأدى إلى انتشار القصة بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يعلق مؤمن زكريا على الأمر، كما رفضت مصادر مقربة من اللاعب التعليق على هذه الواقعة. وتوقفت مسيرة زكريا كلاعب كرة قدم في شهر فبراير 2019 بعد أيام من إتمام انتقاله إلى فريق أحد، بعد أن اكتشف مسؤول النادي عن معاناته من مشاكل صحية بعد خضوع اللاعب لفحوصات طبية. في تربي كان بيحفر في مقبرة الكابتن مجدي عبد الغني علشان يزرع شجرة، فوجد عمل وسحر معمول لكابتن نادي. وبعد انتشار القصة على نطاق واسع، أكدت مصادر أمنية في محافظة القاهرة أن التحريات جارية حول تفاصيل الواقعة، وأوضحت أن الجهات المختصة تقوم بفحص كل ما تم تداوله من تفاصيل الادعاءات للتأكد من صحتها. وتم تشخيص حالة زكريا بأنها مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو ما تسبب في إنهاء مشواره كلاعب بعدما دافع عن ألوان العديد من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك بجانب المصري البورسعيدي وإنبي والإنتاج الحربي، كما لعب للأهلي السعودي. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.